بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مع منافسات وتحديات سن المتعة، سن الإجذاع ومسافة 6 كيلومترات في أمسية الذهب، في أمسية الرموز، مع منافسات أشواط الشيوخ والسعادة، مع تحديات وانطلاقات هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة والمتنافسة في هذا المهرجان الغالي، في هذا المهرجان السنوي المقام على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مع انطلاقات وتحديات هذه الأسماء التي تحضر وتتنافس في مسيرة شوطنا الثامن الذي نتابع معكم بتحدياته وانطلاقات فئات القعدان المندفعة والباحثة عن تحقيق المركز الأول وعن تحقيق كلمة الناموس الغالية. لنبدأ معكم وبحضراتكم بالمركز الأول لنتابع على البداية مسبار أو هذا المنطلق إدخان على المركز الأول. تعود ملكية إدخان لهجن الشحاني والمتابعة مع الذهبي سالم بن فاران المري، من يقدم لنا تحديات هذا النجم الحاضر والمنطلق على المركز الأول. المركز الثاني أتابع أدهم تعود الملكية لهجن زعبيل والمتابعة مع راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يتابع لنا تحديات هذا اللي يتواجد وينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث القدوم والحضور من قبل مكرم، تعود ملكية مكرم لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني بمتابعة حسين بن محمد بن سفران بعملية التدمير. النقلة مباشرة إلى المركز الرابع لنتابع مشاهدينا الكرام ملبي من يحضر ويتقدم بشعار هجن الشحانية، من يلبي نداء مضمره محمد بن خالد العطية، من يتابع لنا المشاغب تحديات ملبي. المركز الخامس أتابع مشاهدينا الكرام على المركز الخامس من يتقدم مع هذه الخماسية الماسية الحماسية التي تضم لنا هذه الشعارات الحاضرة، الشعارات القوية الخطيرة المنطلقة والمتواجدة. ثمين على المركز الخامس، تعود ملكية ثمين لهجن العاطفة بمتابعة غياث الهلالي، بمتابعة غياث بعمليات التضمير. هذه هي الأسماء الخمسة الأولى المنطلقة والحاضرة والمتواجدة. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنرى ماذا ترى، ماذا جرى من تبديل للمراكز، من تغيير للأمور، من تبديل للانطلاقات، من حضور لأدهم. أدهم انطلق في مركز الحمم، في مركز الخمم ليكون في القمة. أدهم على المركز الأول ينطلق بهمة من أمره بالانطلاق مع البداية. هجن زعبيل تقدم لنا هذا التواصل الجميل بالمركز الأول والمقارنة بالاندماج مع الصدارة وبالاندماج مع القيادة ومع الريادة السليمة. ليتواجد أدهم بشعار هجن زعبيل بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يقدم لنا بن مروشد هذا التواجد والحضور والانطلاق بالإبداع والتميز بالحضور وإمتاع الأنظار بانطلاقة أدهم. المركز الثاني وتابع
القادم مكرم على المركز الثاني، مكرم يحضر في انطلاقته ويحمل لنا شعار الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني بمتابعة حسين بن محمد بن سفران بعملية التضمير. المركز الثالث يتواتر مشاهدينا الكرام ادخان الحاضر بهذا الشعار، يتقدم ادخان بشعار حجر الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري برفقة الذهبي من يتابع لنا ادخان. المركز الرابع وتابع مشاهدينا الكرام تقدم ملبي قاتم حاضر متواجد بالمنافسة، يحمل لنا شعار هجر الشحانية، يحمل لنا الشعار الادعم بانطلاقته بمتابعة محمد بن خالد العطية بمتابعة محمد بعملية التضمير. المركز الخامس المتواجد ثمين في هذا الشوط الثمين بالمنافسات والتحديات في هذا الشوط الكبير بهذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة والمتواجدة، لكنني أرى أسماء بدأت تظهر بهذه اللحظات، بدأت تتضح وتبين بهذه المسيرة، تتواجد خلف النداء. ارصد يا بن خزينة، ارصد يا أبو شارب هذه اللقطة الجميلة، مخرجي هذا السباق دائما يمتعون أنظار المشاهدين والمتابعين بهذه اللمسات واللقطات الجميلة والرائعة. نتابع سيل مندفر من قبل الشعارات، من قبل الأسماء، بقيادة شعار هجر الشحانية، بقيادة محول والتحويل من قبل هذه الشعارات الحاضرة، من قبل الشعار الأدعم الذي يقدم لنا الأسماء الكبيرة. لكن العودة إلى البداية، العودة إلى المقدمة، العودة إلى حجر زحبيل وإلى المركز الأول. من يتواجد أدحم على البداية والصدارة. هجن الرياسة قادمة مع مشكي يصل على المركز الثاني، يتقدم لأول نداء، يحضر بشعار هجن الرياسة بمتابعة علي بن جميل الوحيبي. والمركز الثالث القادم محول هجن الشحانية، فاران بن محمد بن كريم من يقدم لنا محول بانطلاقة المركز الثالث بهذه اللحظات. المركز الرابع يصل حاير والناموس حاير طاير ما بين الأسماء، طار انطلق إلى المركز الثالث بهذه اللحظات لهجر الشحاني بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الخامس أتابع الواصل سياف على المركز الخامس لهجن الرياسة بمتابعة صالح بن سعيد بن العرج المري. لكن أعود إلى البداية، أعود إلى المقدمة. شعار الواعي يا أخوان، شعار الواعي على ظهر محول بالانطلاق مع المركز الأول، بالاندفاع بشعار هجن الشحانية برفقة فراب محمد بن قرية. لكن مشكي هجن الرياسة بلجمايل فاران الصامل في أمتار الصملة، يتقدم محول على المركز الأول ليكون حاضر بشعار هجن الشحانية. هجن الرياسة الله، مشكي محول سلالة كرار من لا يعرف هذه الماركة، ماركتي وسلالة كرار دائما تثبت في آخر الأمتار بتقديم العروض الكبيرة. تهانينا والناموس على فوز محول بالمركز الأول وتحقيقه للمركز الأول. تهانينا لعشاق هذا الشعار ولعشاق سلالة كرار. نهني ونبارك لهجر الشحانية، والتانية نزفها لفران بن محمد بن قريع المري المركز الثاني. وصل مشجي كما هو مدول هجر الرياسة المركز الثالث. المركز الثالث حاير لهجن الشحانية، المركز الرابع ثميل لهجن عاصفة، خامسا المركز الخامس
إذن سياف على المركز الخامس لجل الرياسة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. توقيت مهول من قدم هذا الأداء الهائل والانطلاق اللي هول بالاندفاع حتى خط النهاية، خاطئ من المركز الأول بتوقيت زمني وغدرة 9:10 78 جزمة الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا والناموس لراعي الواعي الصامل فاران بن محمد بن قريع المري من قدم لنا سلالة كرار خاطفة للناموس. المركز الثاني وصل مشجي على المركز الثاني 9:84 جزمة الثانية. التهاني والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لعلي بن جميل وهي بالمركز الثالث وصل حاير بتوقيت زمني وقدرة 9:11:66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا